السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله خاتم المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. أستغفرك ربي وأتوب إليك. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليك. أنباء كثيرة وناس كتير بتتكلم عن غياب الدكتور علاء صادق لأسباب صحية. دعواتكم لي بالشفاء العاجل وإن شاء الله يرجع في أقرب وقت، يسعد كل متابعيه بكلماته التي يعني تكون دفاعا في كثيرا من الأحيان عن النادي الأهلي، وده ما فيش فيها كلام. الدكتور علاء صادق أحد دروع النادي الأهلي، المقاومة للإعلام الفاسد على شاشات التلفزيون أو على السوشيال ميديا. وكنا يعني انتقدنا بعض الآراء للدكتور علاء صادق. هذا لا يعني أننا نختلف كل الاختلاف، الاختلاف في الرأي زي ما بيقولوا لا يفسد الود قضية، ودائما وأبدا الاختلاف في الرأي وليس على الشخص. فبتمنى وأدعو رب العالمين بالشفاء العاجل للدكتور علاء صادق ويعود في أقرب وقت يسعد متابعيه، ودعواتكم لي بالشفاء العاجل إن شاء الله. بالنسبة لثروة سويلم اللي هو ثروة سويلم المتحدث الرسمي باسم رابطة الأندية، النهاردة رابطة الأندية طلعت عقوبات الجولة ال 12 ومش من ضمنها أي عقوبات للنادي الأهلي. أنا عارف إن مباراة النادي الأهلي وبيراميدز هي مباراة مؤجلة من الجولة الثامنة، لكن بكل تأكيد لو في عقوبات أعتقد كانت ظهرت مع هذه العقوبات، كانوا حددوا عقوبات الجولة ال 12 كذا وعقوبة مباراة الأهلي من الجولة الثامنة كذا كذا كذا. لكن بما أن العقوبات صدرت على الجولة 12 ومفيش أي عقوبات خاصة على النادي الأهلي ولا جماهيره، عكس ما روج لي ثروت سويلم في أحد البرامج التلفزيونية التابعة لنادي الزمالك أو اللي بتتكلم أو بالمنتمية أو اللي بتغطي أخبار نادي الزمالك، وكون ده إن مفيش أي عقوبات حصلت، ده فيه أمر من أمرين. أمر دائما وأبدا بيحدث في الإعلام بطريقة فجة، وهو إن أنا أصور لك إن النادي الأهلي ظالم واخد أكتر من حقه وهيتم معاقبته، وهوب ما يتم مفيش حاجة. أولا مفيش حاجة حصلت للنادي الأهلي، وفي أخطاء حصلت من جانب النادي الأهلي ولا جمهوره، ودائما وأبدا النادي الأهلي ما بيخطئش، لكن البعض يصور لك إنه أخطأ، فهوب إيه لما ما يتمش معاقبته فالجمهور الزملكاوي والإعلام زي إلحق يا عم، أصل الأهلي ومسنوده بيجاملوه اتحاد الكورة. ولما يتم زي مثلا معاقبته بطريقه فجه زي احمد مجاهد وعقوبه محمد الشناوي اللي الحكام ما قالش فيها حاجه، واحمد مجاهد طلع وقال لك هنوقف 4 مباريات، وبعد كده لما رجعوا للجنه للتظلمات قال لك ما فيش اي قرارات، لكن الحكام قالوا كان ممكن ياخد انذار فيتوقف مباراه، فعشان كان ممكن، لكن ما فيش اي. يطلع الاعلام الزملكاوي وميدو يقول لك انا كان بصفتي اساطير في احد الاساطير في الفيفا، خطبت الاتحاد الدولي وخطبت مش عارف على ذي الواقعه، ولابد من العداله. اولا رمضان صبحي مسك الحكم ما حصلش حاجه، محمد شاول لما مسك 4 مباريات ومش من حقك ان انت اللي تدي كاحمد بجهد، ولما تخفض اساسا كانك رفعت سقف العقوبه، ما فيش عقوبه اساسا وما استحقش عقوبه، لكن طلعت في الاعلام وده غلط ده غلط ده غلط، وهوب لما تيجي تطبق الصح ان ما فيش حاجه يقول لك لا ده انت جاملته. لا ما حدش جاملني، نفس اللي بيعمله ثروت سويلم. جمهور النادي ماشي على نغمة الإعلام الزملكاوي، جمهور النادي ومرتضى منصور حتى جمهور الأهلي شتم، جمهور الأهلي شتم دول، فشحن جماهير الزملكاوية. لما تيجي ما توقعش عقوبات جماهير الزمالك تقول لك الأهلي بيتجامل، هذا هو طبيعة الإعلام. أصور الوهم وأضخم الأمور غير على عكس حقيقتها للنادي الأهلي اللي محروم من حقه أساسا، أوصل للناس إن هو واخد أكتر من حقه. هل ده بالصدفة؟ لا، ده بنهج ماشي عليه الإعلام والبعض المسؤولين بصفة مستمرة، اوهم البعض ان الاهلي واخد اكتر من حقه، ازاي اظلمه وبعد كده اديله اطبق العداله او ارجع اقول ان ما عملش حاجه فالبعض مش هيصدق. لما اقول ده واحد حرامي وبعد كده اجي براه يا عم لا ده كلهم كوسه في قلب بعض ومش عارف ايه، ونفس القصه. وفي نفس قصه الجمهور ومعاقبه الجماهير اللي كان بيطالب بيها، لازم اشيد بشوير. بعض من جماهير النادي الاهلي في الفترة الأخيرة يقول لك شوبير معوج ومش شوبير معوج والكلام في الأول، وبعدين علشان ابنه ومش عشان ابنه. أنا بنتقد شوبير أوقات كثيرة، ليه آراء برضه بنتقد، وده وضع طبيعي،
لكن محدش يقدر ينكر ان الكابتن احمد شوبير هو افضل اعلامي رياضي في مصر بل في الوطن العربي، مفيش فيها كلام. كابتن احمد شوبير مش لسه النهارده هو استاذ الشغلانه دي، استاذ الاعلام الرياضي احمد شوبير من وجهه نظري. ولما بيجي بيتكلم بيعرف اوقات كتير انا انتقدته بسبب ابنه، كل جمله يحشر فيها مصطفى مصطفى مصطفى، ده وضع طبيعي انتقد. لكن محدش يختلف على حبه النادي الاهلي وانه بيعمل بشكل ما بنسبه كبيره بحياديه في الاعلام. الاعلام يعني الاهلي زمالك واسماعيلي وبتاع ده ما فيش فيه كلام يعني. لكن لما يبقى في موقف جيد لازم اشيد بيه، يعني هو الوحيد في وسط الاعلاميين اللي قالها واضحه وصريحه ان في ناس عايزه تعاقب جمهور النادي الاهلي. تعاقبوه ليه؟ مفيش اي داعي للعقوبات، جمهور النادي الاهلي لم يخطئ، سواء هتعاقب الجمهور او لو الناس بيقول لك اوقع غرامه ماليه على النادي الاهلي، كان بيقول لك 20,000 جنيه وثروت والكلام ده، قال لك مفيش اي كلام ده، مفيش قال لك مفيش واحد طلع لفظ لحد قال لفظ خارج ولا اتكلم بيحصل والفلوس وانت والجنيه وبتحصل في الملاعب كلها. الملاعب كلها، اللعيبه اللي مش قد الضغوط تحط ودن وقطن في ودنها زي رمضان. لكن توقع على الجمهور ما غلطش، هذا نفس القصه، جمهور غلط 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 غلط، فلما ما يتعاقبش زي ما لسه قايل لحضراتكم، فلا الاهلي بيتجامل، تعال شوف لو جمهور الزمالك كان عمل كده كان عمل في ايه؟ جمهور الزمالك لا ما قالش كده، جمهور الزمالك قال يا ابطال على مين يا معرضين بالفاظ خارجه، وجمهور الزمالك اللي شتم قبل كده. وبعدين مرتضى منصور طالع النهارده برضه بيقول لك جمهور الزمالك المتقدم المحترم، مش ده جمهور الاهلي اللي شتم تركي آل الشيخ؟ طب هو مين اللي كان شتم تركي آل الشيخ قبل كده؟ مش جماهير الزمالك دي شتمت تركي آل الشيخ برضه ولا بننسى ولا ايه؟ ها؟ لما رجع للنادي الاهلي تاني واحمد مش عارف بيقول له انت الجمهور استقبلوك استقبال الفاتحين، طلع قال لك انا كلت بلينا من عند الشحات، راح الجمهور مستلمه بتاع نادي الزمالك، انت نهزر ولا الناس يا عم لو انت بتعتمد على ذاكره الناس زي ذاكره السمك بتنسى، في حاجه اسمها يوتيوب بيوثق كل حاجه دلوقتي. الاتحاد الانجليزي الحكومه البريطانيه قررت تجميد ممتلكات رجل الاعمال الروسي ابراموفيتش مالك نادي تشيلسي ومنعه من السفر، وكمان بيقول لك النادي لا يحق ليه يعني ما فيش حاجه تتباع ولا تيشيرتات ولا اي شيء ولا نبيع التذاكر، ومش من حقه يبيعه والدوله هي اللي ممكن او الحكومه البريطانيه هي اللي ممكن تبيعه يعني، وهو ما ياخدش مليم كنوع من انواع التاميم يعني. لكن السؤال هنا، وكمان قال لك ممنوع اشتري يتعاقد نادي تشيلسي يتعاقد مع لاعب او يبيع لاعب او 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 او. طب ده منطق؟ طب انت بتضر نادي عندك، والنهارده افرض ان انت حتى لو عاوز تأمم طب ما تمشي الامور زي ما تبيع تيشيرتات وفي الاخر انت اللي هتستفيد، ما تجيب لعيبه وبيع لعيبه وفي الاخر انت اللي هتستفيد. امم، كانك انت اللي بتدير لو انت، لكن تحرم نادي وتوقع نادي يقول لك خصم 9 نقاط ونادي من مثلا بينافس دلوقتي، حريم المنافسه ليه يعني؟ ويرجع يقول لك وسلم لي على منع خلط الرياضه بالسياسه اللي الغرب بينتهجه يعني. بالنسبه للدرديري عمرو الدرديري بيقول لك الزمالك مظلوم هذا الموسم وما بنكسبش اوانطه، والفار بيخدم النادي الاهلي وبيحسب ضربات جزاء للاهلي اكتر من الزمالك. بأماره ان احمد سيد زيزو هداف الدوري بثمان اهداف منهم 7 ضربات جزاء بس يعني. 7 ضربات جزاء يا عم درديري، مش ناقص كوميديا، كفايه الكوميديا السوداء اللي احنا عايشين فيها يا عم الحاج. باتريس كابتنون المدير الفني للاتفاق السعودي اتكلم في مؤتمر صحفي او اعلى بعد صحيفه البيان الاماراتيه عملت معاه حوار صحفي اتكلم فيه ووضح عكس كلام كابتنون كان عايز رمضان صبحي، قال لك انا لم ارغب في التعاقد مع رمضان صبحي، واتكلم عن ابو جبل قال انتقاله للنصر هيفيده وهيمنحه خبرات، وقال ان علاقتي بمرتضى منصور جيده وامير مرتضى بيدعمني، وقال ان سبب سوء نتائج نادي الزمالك هو رحيل مصطفى فتحي واصابه طارق حمدي. يا راجل اختشي، ده من قبل مصطفى فتحي يا عم الحاج، وقبل صابت اختشي يا عم. قال لك حزين لعدم استكمال كاس مصر بالنسبه للنسخه الماضيه لانه كان فرصه لزياده القاب الزمالك. حوش يا راجل، ده الزمالك كل 3 4 ايام يخش له القاب. بالنسبه لفترتي الثانيه مع الزمالك كانت جيده جدا. يا راجل امال مشيت ليه؟ الاتفاق قال لك ان الاتفاق مهتم بضم بدر بنون من النادي الاهلي، ربنا يشفيه ان شاء الله باذن الله. مهيب عبد الهادي بيقول لك مستغرب جدا من مشهد التجديد لاعبي الزمالك والحديث فيه كتير، الموضوع بسيط جدا، اللي عايز يجدد يجدد واللي مش عايز مع السلامه. انه الاهلي يا ساده حاجه غريبه، المفروض اللعيبه تقف طابور لما يكون مهيب كل واحد بياخد حقه وفلوسه،
تقدر تعمل زي النادي الاهلي قدامك ساعه وترد عليا يا رمضان، وده يا رمضان صبحي لكل الزملكاويه يتمنوا انهم يرجع لهم، وبيقول لك هيتنازل عن مطالب عشان يروح الزمالك بدل 35 هياخد 20 مليون في الموسم. يعني الفيفا بتقرر سحب القرعه النهائيه لكاس العالم في قطر 2022 في الاول من شهر ابريل المقبل. جيزفالدو فيريرا المدير الفني لنادي الزمالك كان له مجموعه من التصريحات في المؤتمر الصحفي ما قبل مباراه الغد امام الوداد المغربي، اتكلم فيها عن انه الوداد كسب الزمالك 3، ما احناش مطالبين نكسب 3، نكسب ونحط اقدامنا على بدايه الطريق الصحيح. الفريق الحالي ما فيش مقارنه ما بينه وبين الفريق اللي مسكته قبل كده في نادي في ولايتي الاولى. واتكلم عن النادي الاهلي، النادي الاهلي فريق كبير ادى مباريات كبيره في كاس العالم للانديه وما يقلش عن الفرق في اوروبا، الفروق مش كبيره ما بين انديه افريقيا وانديه اوروبا، والدليل النادي الاهلي في كاس العالم للانديه. وبيقول يجب تطبيق تقنيه الفيديو في دور المجموعات في دوري ابطال افريقيا لتحقيق العداله. يا راجل جبت دي بدي له انت يا اخي، انا بقالنا عمر عمالين نقول نطبق والعداله ومفيش عداله وكلام من هذا القبيل يا اخ فرير. بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الاهلي قال انه سيظل دائما وابدا مع النادي الاهلي وجماهيره مطالبا بتحقيق الانتصارات من اجل ضمان بقائه في القلعه الحمراء رغم تجديد عقده لمده موسمين من يومين. وقال بيتسو موسيماني وعبر عن سعادته الكبيره بتعاقده مع النادي الاهلي، وقال النادي الاهلي سعيد بنفس القدر، ان النادي سعيد بنفس القدر، لا انت اكثر سعاده، احنا اللي بيشتغل معانا هو اللي امه ده عيال. وذلك عقب اختتام المباحثات توقيع العقد لصباح يوم الاربعاء الماضي اللي هو او امس. واعرب بيتسو موسيماني في تصريحات لصحيفه ايديسكي تايمز الجنوب افريقيه، اتمنى انه يمسك لسانه شويه يا عم بيتسو، بلاش بقى التصريحات. قال لك وقعت العقد في الساعات الاولى من صباح الاربعاء، هذا يدل على كيفيه التحضير لكل شيء، لذلك كان الامر جيدا، سنبقى هنا لمده عامين ونصف، النص بتاع هذا الموسم والسنتين بقيه الجداد في العقد. وقال لكن كما تعلمون ان العقود هي العقود، مده العقد لا تعني انك ستبقى حتى نهايه مدته، اذا وصلت الفوز بالطبع هتستمر، لكن اذا لم تفوز فان العقد سيكون مختلفا. وقال بيتسو موسيماني في تصريحاته العقد بيكون جيد للنزاعات في حالات الطلاق، يقصد الفسخ طبعا، في حالات الفسخ ما بين الطرفين، وحينها تذهب لما تقوله بنود العقد، لكن العقد الحقيقي اللي بترتبط بيه هو اللي انت بتعمله في ارض الملعب. وقال اتكلم عن صعوبه المفاوضات خلال الفتره الماضيه مع اداره النادي الاهلي، وقال لقد تارجحنا كثيرا ولكننا كلنا نعرف ان ذلك في النهاية أن النادي الأهلي هو الفريق الأفضل، وأنا سعيد والمجلس الإدارة سعيد بهذا التعاقد، وأنتم عارفين قيمة تدريب النادي الأهلي، فريق كبير فريق عظيم، هذا ليس مجرد عقد، هذا عقد لفريق يلعب جميع البطولات في القارة حتى نهايتها. إذن إلى أين تريدون أن أذهب؟ لن أبقى مع الأهلي إلا إذا تجاوزت الحدود، تحقيق كل، يقصد يعني انه يحقق كل الانجازات مع النادي الاهلي. وقال لك توليت تدريب الاهلي في اكتوبر 2020 وانا ونجحت في التتويج مع النادي الاهلي دوري الابطال والسوبر الافريقي وبرونزي كاس العالم مرتين على التوالي. ركز يا عم بيتسو في مباراه صن داونز، صن داونز احنا عم الحاج بنحب المكسب انت عارف. مجلس اداره النادي الاهلي عقد اجتماع بالامس وغاب عنه الكابتن محمود الخطيب، والنادي الاهلي في بيان رسمي أعلن وقال لم يتمكن الكابتن محمود الخطيب من حضور اجتماع مجلس إدارة اللي حصل يوم الأربعاء اللي جرى الأربعاء، وكذلك متابعة المباراتين الأخيرتين للنادي الأهلي المريخ وبيراميدز من الملعب. وقال الأهلي في بيانه إن غياب الكابتن محمود الخطيب نظرا لحصوله على قسط من الراحة بناء على تعليمات الطبيب المعالج الذي طلب منه الابتعاد بشكل مؤقت عن أي ضغوط أو أعمال تسبب له الإرهاق في الفترة الحالية، ورغم ذلك حرص الكابتن محمود الخطيب على الاتصال ببعث النادي الاهلي في جنوب افريقيا لاطمئنان على الفريق، اذ تواصل هاتفيا مع محمد شوقي رئيس البعثه وايضا احمد الفضالي سفير مصر في جنوب افريقيا اللي كان في استقبال البعثه في مطار جوهانسبرغ. وكلف الخطيب سعد الكابتن محمود الخطيب سعد شلبي
ليه التنفيذي محل مشكلة المشجع الأهلاوي، وهنجيلها دلوقتي. استقبله الدكتور سعد شلبي في النادي الأهلي، استقبل أمح الدولي يعني. بالنسبة للأخبار الخاصة نادي الزمالك، ودايما أبدا الجمهور الزمالك كان بيتهكم على زوجة موسيماني وزوجة فايلر، دلوقتي بسم الله ما شاء الله على طول عمالين نقول أخبار زوجة فيريرا مدير فني نادي الزمالك. أودلت زوميرا فيريرا، أودلت زوموليرا، أودلت زوميلي زوم زوم زوميليرا زوميليرا، أيوه زي ما أنا قلتها في الأول، أودلت زوميليرا فيريرا زوجة البرتغالي فيريرا، المدير بيتكلم وتصريحات وسعداء والتجربة التانية وزوجي والجمهور والزمالك واللي اللي بقت بقينا بنتكلم. عرفنا أهو، عرفنا زوجته اللي بتقول لا ما عندناش علاقة. الدكتور طارق الأدور اتكلم عن منتخب مصر، قال كلام رياضي جدا، اصمته حتى موقع كأس العالم. طبعا انتوا عارفين الأحداث، وجمهور الأهلي إخوان، وجمهور الأهلي بيشتم، وجمهور الزمالك مؤدب، والهيصة اللي حاصلة ووجع الدماغ. وقال نسينا وسط زحام ارتباطات الأندية المصرية إفريقيا ومحليا الموقع الأهم لمنتخبنا الوطني أمام السنغال في الدور النهائي تصفية كأس العالم، والتي لم يتبقى عليها سوى أيام قليلة، ولم أرى أي تفاعل معنوي مع الموقع الهام. بالنسبة لبعض أخبار النادي الأهلي سريعا، الأهلي بينهي أزمة أمح بناء على توجيهات الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي. استقبل الدكتور سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي الأهلي ظهر اليوم المشجع أمح، وقام حل مشكلته الخاصة بدخول المباريات، وأصبح بحق أمح ويحق له دخول كافة المباريات المقبلة. وتسلم المشجع الأهلاوي هدية الكابتن محمود الخطيب للدكتور سعد شلبي، وهي تيشيرت النادي الأهلي، وأبدى أمح سعادته بحل مشكلته. وجه الشكر للكابتن محمود الخطيب لاستجابته السريعة وتقديره لظروفه الخاصة، وقال عندما وجه إن، وده طبعا شفناه وهو بيبكي بالامس، امح مشجع اهلاوي صميم كل جمهور النادي الاهلي بيحبه. السفير المصري بيحضر مران النادي الاهلي في جوهانسبرغ، وايضا النهارده كان في مران قوي لحراس مرمى النادي الاهلي استعدادا لمباراه صن داونز تحت قياده ميتشيل يانكون، وايضا تدريبات خططيه متنوعه في مران النادي الاهلي في جوهانسبرغ المران الاول. والنهارده ايضا تم عمل مسحه طبيه للنادي الاهلي كما هو معتاد قبل مباريات دوري ابطال افريقيا. والنهارده ايضا في التدريبات تقسيمه قويه في مران النادي الاهلي استعدادا لمباراه صن داونز، وانتظر حسين الشحات وحمدي فتحي في التدريبات الجماعيه بشكل جماعي، وخضع الثنائي الفحص الطبي قبل المران للتاكد من جاهزيتهم بعد ان كان الشحات قد اشتكى من الام بسيطه في عضله السمانه، وكان حمدي فتحي اشتكى من تقل في العضله الخلفيه خلال مشاركتهم في مباراه بيراميدز، والحمد لله هم الان زي الفل وتمام التمام. نادي كايزر تشيفز بيكرم بعثه النادي الاهلي في جنوب افريقيا، والنادي الاهلي بيتدرب على ملعب نادي كايزر تشيفز. في النهايه شكرا على حسن متابعه حضراتكم، ودمتم في امان الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.